نرحب بحضراتكم آخر فقرة في حلقة النهاردة، وهنختمها مع كاتبة هي بدأت يعني قصتها مع الكتابة كان عام 2010 تحديدا. ممكن حد يقولك ماشي كاتبة ده أمر عادي، بس هي مش كاتبة عادية، لأن هي كانت كمان يعني ليها كده مؤلفات متميزة، وهي زي ما بيطلق عليها كمان هي كاتبة متميزة جدا. المميز كمان أو المميز فيها إن هي كاتبة رياضية وأهلوية جدا زي ما حضراتكم شفتوا، وليها العديد من الكتب الرياضية أبرزها كان حكايات الأهلاوية اللي كان من تقديم الناقد الرياضي الكبير ورئيس قناة الأهلي السابق يعني الراحل دكتور خالد توحيد. نعرف أكتر بقى عن مشوارها. خلينا نرحب بس في البداية ببسمة صبحي. أهلا بيك يا بسمة. أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك، منورانا. ميرسي. عايز أبتدي معاكي بعناوين بعض الفصول في كتاب من كتبك، وكلها أسماء أو عناوين مميزة جدا، من ضمنها يا ليلة العيد أنستينا، الثعلب، الأب الروحي، بيبو. فبناء على إيه بتختاري العناوين؟ يعني بناء على الشخصية اللي بتكلم عنها أو الموضوع. يعني يا ليلة العيد أنستينا كنت بتكلم عن الحفلة اللي عملتها أم كلثوم عندنا في النادي الأهلي، اللي هي غنت فيها يا ليلة العيد أنستينا. ساعتها كان في مشكلة ما بين الملك فاروق والإنجليز، لدرجة ان هم منعوا ان هو يكتب اسمه في المجلات او الصحف. فالصحفي مصطفى امين كان يعني مقرب للملك، فاقترح عليه ان هو يروح يحضر حفلة ام كلثوم في النادي الاهلي، عشان الحفلة هتتبث بشكل مباشر في الاذاعة المصرية، وبالتالي المذيع هيقول انه الملك فاروق جه، فده هيضايق الانجليز يعني. وفعلا الملك راح ومنح ام كلثوم ساعتها وسام الكمال. حلو جدا. طيب بس ما هروح معاك لجزئية الرياضة بقى. في بعض الناس لسه الثقافة عندهم ما زالت اللي هو يعني السيدات او المرأة ما لهاش في النقد او التحليل الرياضي، ولو ان برضو الواقع يمكن في العالم كله اثبت عكس ده، بس ما زال عندنا بعض يعني الفكر ده. فبتردي على ده ازاي؟ يعني انا بشوف انه الرياضة مش للرجال فقط، يعني اي مفيش حاجة للرجال فقط بالظبط كده. عجبك انت الكلام ده، مخليش الناس حاجة، مفيش حاجة فضلنا كرجالة يا بسمة. عليه العوض يا بسمة. لا بهزر، بس يعني بس النقطة دي بجد حقيقية. لا حقيقي، يعني اي حد هيبقى متابع كورة وبيقرا كتير عنها او عن الرياضة بشكل عام هيقدر يكتب عنها كويس يعني، او هيقدر يعمل حاجة ليها علاقة بيها. فمفيش فرق بقى ما بين، انت بتحب الرياضة اصلا يعني. ده اللي خلاكي من البداية تقرري ان انت تكوني متخصصة في كتاباتك وفي اعمالك في عالم الرياضة. ما فكرتيش ان انت يبقى الموضوعات اللي بتكتبي فيها مثلا عامة، مش متخصصة قوي، ممكن تبقى قماشة الكتب بتاعتك او اعمالك اعرض نسبية؟ يعني انا حابه اكتب في اكتر من مجال، بس انا يعني بحب الرياضه جدا، وحابه اكتب عن تاريخ الرياضه وتحديدا تاريخ النادي الاهلي، لانه يعني ساري بالمعلومات، وانا حابه انه الشباب الصغيرين يعني يعرفوا تاريخ النادي ويعرفوا اهميه النادي في تاريخ مصر نفسها. كنا بقى عن الكتاب اللي المفروض تضمن قصه دكتور خالد توحيد رحمه الله عليه، يعني وازاي كان في تاثير عليكي برضو؟ هو دكتور خالد انا يعني شفته لاول مره كان في سنه 2010. انا مش سامعه صوتك بقى يا بس، ما بقى في الباص ما بقى علي صوتك. بصي الفرق بين صوتي وصوتك، عرفتيني. وبعدين انا كنت علي صوتك شويه. ماشي نحاول. يعني اتعرفت على دكتور خالد اول مره في 2010، كان في ندوه، شفته في ندوه في مجله كلمتنا. انا كنت بحبه جدا وبحب طريقه تحليله للمباريات الله يرحمه. وفي 2014 اتواصلت معاه على الفيسبوك، وقلت له ان انا عامله كتاب رياضي، وكنت حابه ان هو يكتب لي مقدمه لو الكتاب عجبه يعني. ففعلا رد عليا واداني ميعاد، رحت له وقرا الكتاب فعلا
وكتب لي المقدمه. عجبه المحتوى؟ اه جدا. وقال لي ان انا اول بنت في مصر تكتب كتاب رياضي. احنا بالمناسبه بنتكلم على انهي كتاب فيهم؟ ريمونتادا. اسمه محطات رياضيه. اه محطات رياضيه. اوكي. وقال لي انه جميل ان بنت تكتب في الرياضه، بس يعني الاهم ان انا استمر في كده. بالمناسبه في الكتاب ده بصفه خاصه، ايه ابرز المحطات الرياضيه اللي انت وقفتي عندها في هذا الكتاب؟ انا اتكلمت عن حاجات كتير، هم كانوا 9 محطات، منهم مثلا نساء على عرش كره القدم. بس بصيت لي اول ما نساء نساء على ايه؟ على عرش كره القدم. حلو. اتكلمت عن حكمات بقى، لعيبه كوره، عن مذيعات رياضيات. لا ده بقى تعيدي كتابته مره ثانيه عشان تتضمن. ولازم تهدي لها يتضمن اسمي. لا يشرفني. لا بس حلو ده كمان، وتسليط الضوء على فكره هنا برضو، لان البعض برضو شايف ان حتى المذيعات يقول لك طب هم ما يفهموش في الرياضه. شيء غريب قوي. طب حضرتك اللي بتفهم في كل حاجه بقى، يعني لو احنا ما بنفهمش في حاجه ما حدش بيتولد عارف كل حاجه برضو. كملي. وكان في محطه عن الكوارث الرياضيه، يعني اشهر الكوارث اللي حصلت في ملاعب كره القدم، منهم مذبحه بورسعيد طبعا. وكنت متكلمة عن ال 74 شهيد، كنت كاتبة معلومات عنهم. وكان في طرائف، حاجات قصص طريفة. عايزة تحولي الكتب دي لدراما او في مشروع لكده؟ لا لحد دلوقتي ما كنتش. بس انت حابة ده؟ اتمنى اعمل مسلسل عن تاريخ النادي الاهلي، يعني التاريخ الاهلي فيه قصص كتير جميلة. هي فرصة جميلة جدا. الدراما ممكن تيجي في الروايات اكتر. طبعا الأعمال الروائية. هو ممكن القصص اللي أنا كاتباها حد يحولها. على فكرة النقطة اللي كلمتك فيها نهاوند، فكرة تحويل بعض الكتب لأعمال درامية دي برضو من 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 عناصر الجذب اللي ممكن تخلي كاتب يكتب رواية مش كتاب مثلا متخصص في الكورة، أملا في اللي نهاوند بتقوله ده يتحقق. وعندك البطلة يعني. مش بس خلاص الموضوع اتقفل على كده. كمل يا كريم. طيب ايه اللي جاي عندك ان شاء الله؟ هل في مثلا عمل معين انت شغاله عليه دلوقتي، او فكره معينه بتدور في دماغك عايزه تترجميها وتحوليها لكتاب في الفتره الجايه؟ باذن الله في معرض القاهره اللي جاي هينزل لي كتابين، كتاب رياضي وكتاب مش رياضي. جميل. طيب نادي الاهلي بقى، انت من ناحيه، انا هختم بقى بالسؤال ده لان للاسف الوقت بيجري، بس انت بتحلمي تقدمي ايه كمان للنادي الاهلي غير العمل الدرامي اللي انا شايفاه بجد بقى، لو هنتكلم بجد والله حاجه عظيمه وفكره هايله لو اتعمل في مسلسل دراما يعني عن النادي الاهلي منذ بقى تاسيسه ولغايه اللحظه اللي احنا مثلا فيها دي. انا شايف ان ده يبقى عمل ناجح جدا بجد. بس بالاضافه لده ايه تاني حابه ان انت تقدميه للنادي الاهلي او تشاركي مع النادي الاهلي فيه؟ يعني هو انا يعني اهم حاجه عندي انه يبقى في كتب كتير اعملها توثق تاريخ النادي الاهلي. لا ده دلوقتي التركيز على كده. يعني دي الحاجه، الكتب هي الحاجه اللي بتعيش يعني. صح. انت جميله يا بسمه بجد ونموذج ناجح حقيقي. ربنا يوفقك. ربنا يخليك. شكرا لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله، وباذن الله يعني تنورينا قريبا بعد ما تكوني اصدرتي كتاب جديد، بس على وعد ان ساعتها صوتك هيعلى شويه على كده ان شاء الله. نورتينا. نورتينا وشرفتينا. ميرسي جدا. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. كابتن نهاوند، انا سعيده جدا والله بوجودي معاك يعني يا استاذ كريم. والله ده شيء لذيذ، ده شيء لذيذ. يلا كرامك. طيب احنا حلقتنا خلصت، وان شاء الله ان عشنا وكلنا عمر بكره باذن الله. قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. اشوفكم على خير.